الناس وكلام الناس. إذا كان ما هو متقبل لجميع الفئات وجميع الكلام اللي يجي وجميع النقد وجميع التأويل لا يدخل. طيب ترد عليهم ولا؟ ما أرد عليهم. هو يقول تمثيل تمثيل. الناس اللي تفهم اللي الله رزقها عقل بتدري إنه مستحيل الشخص اللي الله عطاه عقل بيجي بشر لنفسه يتفاول على نفسه. إيه؟ والشخص اللي بالسوشيال ميديا يعرف شلون أنت تصور وتنزل لا إراديا، ولا كان ما طلعت مقاطع أحيانا الشخص يندم عليها صح، من كثر ما الشخص خلاص تعود إنه يصور ويرسل على طول. فاللي يقول تمثيل أنا أقول له تمثيل، واللي عنده عقل بيدري إنه الشخص هذا ما راح يتمنى الشر لنفسه. بس يعني نفهم كلامك اللي يقول إنه تمثيل. خلني أقطع شك بالأخير. إيه يعني لو طايح على رأسه أتوقع أنا أمون عليه وجايره وشايف تقرير المستشفى هذه خذوه مني أنا. يعني حتى لجينا بعد يعني للمنطق، يعني ما حد متفاول على نفسه عشان يعني يطلع ترند ولا انا صدمت. هو ترند بالحادث وبغير حادث هذا هو. يعني عبد الله غني عن انه يسوي الناس كلنا عقل كلنا تفكير. يعني انت الحين في اشياء بالساحه موجوده زينه، خلك المواقف اللي تصير الفجاه حوادث ايا كان الموقف، في اشياء زينه الناس يتقبلونها، كثير ما يتقبلونها صحيح. في اشياء سيئه الناس يتقبلونها. تسمح لي اجي في صف الجمهور؟ تسمح لي اجي في صف الجمهور؟ انا دائما في صفهم بس هالمره بجي صف. انا كمتابع امانه اختلط علي الحابل والنابل. الناس بشكل عام في القضايا اختلط عليها الحابل والنابل. لا الفيديو هذا لا بشكل عام انا اتكلم المشككين القله في موضوع حادث عبد الله او غيره من الامور. بشكل عام السوشيال ميديا ما عاد تتابع انت وانت مطمئن. يعني انت ما عاد تعرف المقلب من الحقيقه من صح. التمثيل من اللي دفعت عليه من اللي احد دازك. يعني الناس صار عندها توهان أمانة، خصوصا ومن اللي وصل الناس للمرحلة هذه، وأنا منهم كنت متابع، اللي وصل اللي هو الاجتهاد إن المشاهير الكبار يصنعون محتوى مختلف، فصار في اختراع أفكار غريب، الناس صارت دخلت في أعماق خصوصيتها وتتكلف على محتوى يمكن ما يخطر على بالك أنت، فالناس ما عاد تدري الجدية من عدم الجدية لا في اللبس ولا في. أنا أصدمك، قبل أمس دخلت تويتر في حفل معروف هنا صاير، مو هنا في السعودية برا السعودية، حفل مشاهير ومشاهير ونجوم، والله العلي العظيم فنانة واحدة يا رجل جسمها كامل أحمر مجوهرات، يعني الرأس نفسه ما عنده شعر أي الظهر صالعة عمدي سلفتها، هذا كله مجوهرات خشمها ما بقى بس العيون والخشم. يعني شوف الفكرة وين وصلت معها في الديزاين. الناس ما عاد تدري المنطق وغير المنطق، فيمكن تلبش عليها الموضوع. يعني يمكن انه يعني تبحث عن الشهرة او بالعكس. هذول الله تدري شفت النوعية هذه الله يدومهم. يعني ليش؟ لانه مصدر رزق الكثير من الناس. يعني انا لو اني ببحث عن فلوس من وراهم بحصل. يعني بعد الحادث كلمني محاميين معروفين بالسعودية، نخدمك بشيء على التعليقات هذه فيها فلوس، بس اني انا مسامح مسكين الى الله. صناعة المحتوى المبتدئ لكن في ناس سهلة ترى، ما لاقين رزق من وراها. طيب فبالعكس الله يديمهم على صناعة المحتوى. دائم اللي يسوي فكرة غريبة لازم يروج الفكرة حتى لو هي غريبة، فماله الا يستعين بالمشاهير. هل جاكم احد يعني مرة من المرات على انه يستعين بكم انه يلعب لعبة مثلا من وراء؟ انا ما